الشهيد هو الذي لا يغيب عن علمه شيء. قال تعالى: إن الله على كل شيء شهيد. الحق هو ثابت الوجود الذي لا شك في وجوده. قال تعالى: ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الوكيل هو الكفيل بأرزاق العباد والعالم بأحوالهم. قال تعالى: وكفى بالله وكيلا. القوي هو التام القدرة الذي لا يعجزه شيء، ولا يقال الله قوة أو قدرة، إنما هو ذو القوة والقدرة، والقوة بمعنى القدرة. قال تعالى: إن الله لقوي عزيز. المتين هو الذي لا يمسه تعب ولا لغوب. قال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الولي هو الناصر ينصر عباده المؤمنين، فالأنبياء وأتباعهم هم المنصورون في المعنى، لأن عاقبتهم حميدة. قال تعالى: وهو الولي الحميد. الحميد هو المستحق للحمد والثناء والمدح. قال تعالى: إن الله هو الغني الحميد. المحصي هو الذي أحصى كل شيء علما وعددا. قال تعالى: وأحصى كل شيء عددا. المبدئ المعيد هو الذي ابتدأ الأشياء فأوجدها عن عدم، والمعيد هو الذي يعيد الخلق بعد الحياة إلى الممات، ثم يعيده بعد الموت إلى الحياة. قال تعالى: هو يبدئ ويعيد.